أكد عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي أن مصر شهدت العديد من الحوارات المختلفة المتخصصة خلال السنوات الماضية، لكنها للمرة الأولى تشهد حوارا شاملا يضم الأحزاب السياسية. وأضاف أن الحوار الوطني يعد حراكا مجتمعيا غير مسبوق، موجها الشكر للرئيس السيسي على دعوته لعقد الحوار. مصر شهدت حوارات مختلفة ولكنها كانت حوارات متخصصة، إما حوار حول قضية اقتصادية أو قضية اجتماعية أو قضية سياسية، ولكن لأول مرة تشهد مصر حوار شامل جامع في كل القضايا السياسية والاقتصادية والمجتمعية اللي هي تناولت 112 قضية من القضايا اللي بتهم المواطنين. وطبعا يعني لأول مرة في تاريخ مصر إن الأحزاب السياسية كلها تقعد على ترابيزة واحدة مع المتخصصين، مع المجتمع الأهلي، مع ممثلين على الحكومة. ده يعتبر حراك مجتمعي غير مسبوق، ويمكن احنا سعداء جدا ان يعني خرجت توصيات وخرجت معلومات وخرجت آراء من الجميع. لا يعني لم يكن هناك اي نوع من انواع الضغط على اي حزب الأحزاب او اي حذف او اي مصادرة لاي رأي. بالعكس كان الحوار الوطني يعني استجاب واستمع للجميع، الجميع كان يتحدث في منتهى الموضوعية وفي منتهى الحرية، ويمكن النتائج بدأت تظهر بشكل جيد جدا. فاحنا طبعا بنحيي فخامة الرئيس على هذه المبادرة الغير مسبوقة في تاريخ الدولة المصرية.